بسم الله الرحمن الرحيم. جون 2017 بيبر 3 فاين هون. والسؤال ال 11 من منهج الكور منهج يير 9. والسؤال هنا عن الالكتريك سيركتس يا جماعه. بيقول لي فيجر 11.1 شوز ا باور سبلاي ان سيريس وذ ا ريزيستنس واير اند ا سويتش. ذا ثين ريزيستنس واير. When the switch is closed, energy is transferred from the power supply. Explain what happens to this energy. بصوا يا جماعة, يعني as long as ده just silk, ما يعني ما هوش حاجة, يعني ما هوش مروحة, ما هوش لمبة, أي حاجة يا جماعة بيمشي فيها current, تمام. وخصوصا بقى الواير اللي هو ملوش, ما بيعملش حاجة, يعني لا بيلف مثلا زي الموتور ولا بينور زي اللمبة, فهو وظيفته كلها انه يسخن وبس. يعني قول اللمبة اهي بتسخن وبتنور, قول الموتور اهو بيلف وبيسخن, انما الواير ده يا جماعة بيسخن بس. فبيقولي when the switch is closed, energy is transferred from the power supply. Explain what happens to this energy. فهنقول له يا جماعة بكل بساطة, electric energy is changed to thermal energy in the wire, which is transferred to the surround. طبعا اكيد الوارد لما يسخن السخونه بتاعته هت ايه, هتروح للسراوند. طيب السؤال اللي بعده, as unit wants to determine the resistance of the wire, الولد عايز يحسب الار بتاعت الواير. He adds components to the circuit shown in figure 11.1. He measures the current. The current. State the name of the component that he uses. ايه يا جماعه اسم الكومبوننت اللي بيقيس الكرنت؟ ده الجهاز يا جماعة الشهير اللي هو الدورية وجواها ايه, اسمه الاميتر. طيب the student measures the potential difference PD. البوتنشال difference يا جماعة, وده اسم دلع عليه الفولتج, اسم الدلع عليه الفولتج. Across the resistance wire on figure 11.1, draw the correct symbol for the component he uses to show how he connects it. الفولتميتر, الفولتج يا جماعة بيتقاس بجهاز اسمه الفولتميتر. والفولتميتر يا جماعة زي ما احنا عارفين بيترسم كده دورية وفيها V, ويطلع منها دراع من هنا اهو ودراع من هنا اهو. لازم تحوط على الحاجة اللي انت هت ايه هتقيسها, غير الاميتر يا جماعة. الاميتر بيتحط جنبه كده وخلاص, انما الفولتميتر بيتوصل ان بارلل, ترسمه بره كده ويطلع دراعين, دراع من هنا ودراع من هنا. السؤال اللي بعده, السؤال اللي بعده بيقول لي figure 11.2 shows the symbol for another component that the student adds to the circuit. ايه دي يا جماعة؟ state the name and function. لا ده انت دخلت بقى في موال تاني. طب نيم كنا قلنا ده يا جماعة من الاخر variable resistor. function بقى يبقى تعالوا واحدة واحدة. طبعا ده الماركسين بتاع السؤال اللي فات, سؤال بسيط. نيم اند فانكشن بقى يبقى تعالوا واحدة بينا نفتكر ايه هو الفاريبل ريزيستور. ده يا جماعة شكل الفاريبل ريزيستور, وده منظره بهذا الشكل. في سلايدر فوق كده, وبنبدأ نوصل السيركت بالشكل ده اهو يا جماعة. اهو ادي البطارية, ادي اللمبة, بنوصل من هنا اهو ومن هنا اهو من السلايدنج كونتاكت. دي توصيلتين اهم. فالكرنت يا جماعه لما بيطلع, طبعا ده رمز الفاريبل ريزيستور, الكرنت لما بيطلع بيمشي كده, يخش يا جماعه يلف في الكويل ده, ادي لفه, ادي اتنين, ادي تلاته, وشكرا يكمل. ما بيكملش بقى في هنا, يروح يرجع بقى, يروح لنهبه, ما هو خارج من البوزيتيف بقى يروح للنيجاتيف. هنعمل حركه حلوه قوي هنا. ايه هي يا جماعه؟ هنبدا نحرك السلايدر كده اهو. يا سلام, دي حاجه جميله خالص. ليه بقى؟ ايه اللي احنا عملناه بقى؟ اللي احنا عملناه يا جماعه ان احنا هنخلي الكرنت يلف لفات اكتر. يبقى احنا كده يا جماعه طولنا على اللينث, يبقى زودنا الريزيستنس, يبقى الكرنت هي ايه؟ هيقل. او بص يا جماعه, انا عايزك تاخد بالك من اللمبه هنا. شايف اللمبه؟ شايف لما السلايدر كان هنا يا جماعه ايه اللي حصل؟ شايف لما السلايدر راح هنا ايه اللي حصل اللمبه؟ ركز كده في اللمبه. بص, واخد بالك ليه؟ لان احنا كده زودنا اللينث اوف الواير, فزودنا الريزيستنس, فاوتوماتيك الكرنت هي ايه؟ هيقل معايا. ده اللي احنا اهو يا جماعه شايفين اللفات الاكتر. ده كده فكره عمل مين. طبعا خد بالك, شايف لما رجعه تاني ايه اللي حصل؟ اللمبه رجعت تنور تاني, تمام. فهنقول له يا جماعه نيم, والله ده فاريبل ريزيستور. عايز تقول له ريوستات برضو, في ممكن تقول فاريز ذا كرنت ان ذا ريزيستنس واير. وظيفته ان هو يغير الكرنت في الريزيستنس ايه, في الريزيستنس واير اللي في السؤال. طبعا فاريبل ريزيستور فاريز او تشينجز كرنت او تشينجز ريزيستنس او ان ذا ريزيستنس واير, تمام. ده سؤال جميل عن الالكتريك سيركتس, وخصوصا بالذات الجزئيه بقى بتاعت الواير ومش الواير والفاريبل ريزيستور والحاجات دي.